اسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والابد امين. هقرا ويا حضراتكم فصل الانجيل المقدس لقداس يوم الاثنين من الاسبوع السابع اللي هو الاثنين الماضي، من انجيل معلمنا يوحنا الاصحاح الخامس من عدد 31 لعدد 47. إن كنت أشهد لنفسي فشهادتي ليست حقا، الذي يشهد لي هو آخر وأنا أعلم أن شهادته التي يشهدها لي هي حق. أنتم أرسلتم إلى يوحنا فشهد للحق، وأنا لا أقبل شهادة من إنسان، ولكني أقول هذا لتخلصوا أنتم. كان هو السراج المنير، السراج الموقد المنير، وأنتم أردتم أن تبتهجوا بنوره ساعة. وأما أنا فلي شهادة أعظم من يوحنا، لأن الأعمال التي أعطاني الآب لأكملها هذه الأعمال بعينها التي أنا أعملها هي تشهد لي أن الآب قد أرسلني. والآب نفسه الذي أرسلني يشهد لي، لم تسمعوا صوته قط ولا أبصرتم هيئته، وليست لكم كلمته ثابتة فيكم، لأن الذي أرسله هو لستم أنتم تؤمنون به. فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية، وهي التي تشهد لي، ولا تريدون أن تأتوا إلي لتكون لكم حياة. مجدا من الناس لست أقبل، ولكني قد عرفتكم أن ليست لكم محبة الله في أنفسكم. أنا قد أتيت باسم أبي ولستم تقبلونني، إن أتى آخر باسم نفسه فذلك تقبلونه. كيف تقدرون أن تؤمنوا وأنتم تقبلون مجدا بعضكم من بعض؟ والمجد الذي من الإله الواحد لستم تطلبونه. لا تظنوا إني أشكوكم إلى الآب، يوجد الذي يشكوكم وهو موسى الذي عليه رجاءكم، لأنكم لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني، لأنه هو كتب عني. فإن كنتم لستم تصدقون كتب ذاك فكيف تصدقون كلامي؟ نعمة الله الآب تكون مع جميعنا آمين. زي ما ابتدينا ان اناجيل القداسات في الصوم الكبير تدور دائما حول اسئله، يا السؤال موجه بصيغه صريحه، يا السؤال موجه بالتلميح، وتعتبر فقره الانجيل هي اجابه على هذا السؤال. في الانجيل اللي قريناه دلوقتي بيتكلم عن الإنسان، كل واحد فينا، هل تشهد للمسيح؟ هل حياتك شهادة للمسيح؟ هل أعمالك شهادة للمسيح؟ هل بالحقيقة أنت شاهد حقيقي لمن تؤمن به؟ في الكتاب النهاردة في فصل الإنجيل بيتكلم عن مجموعة من الشهادات قدمت عن شخص المسيح، وبيدي لك نماذج. النموذج الأول بيدي شهادة القديس يوحنا المعمدان اللي بنسميه يوحنا السابق والصابغ والشهيد، وهو الذي كان يسبق مجيء السيد المسيح بستة أشهر. جه وشهد للمسيح. يوحنا المعمدان في تاريخه كان إنسانا ناسكا وإنسانا ذو هيبة في المجتمع اليهودي، وكانت حياته كلها في البرية. فلما جه وابتدى يظهر للناس وابتدى ينادي توبوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت الله،
ولما شاف المسيح قال هذه الشهادة في الإصحاح الأول: هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم كله. ووضح لنا كلنا أن كلمة حمل الله الحمل الذبيحة، فكان بهذه الشهادة كأنه يشير إلى الصليب: هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. وعندما جاء السيد المسيح لكي ما ينال المعمودية من يد يوحنا، رفض يوحنا. إزاي يحصل كده؟ فكان إجابة ربنا يسوع: اسمح الآن. لكن يوحنا في اتضاعه هو الذي شهد للمسيح، وده الأمر اللي أحب أن أنا أقف وإياكم عنده، أن يوحنا المعمدان في كل تاريخه صنع أمور كثيرة، وقال عنه السيد المسيح أنه أعظم مواليد النساء. ولكن الأكثر روعة أن هذا القديس يوحنا المعمدان شهد باتضاعه عن شخص السيد المسيح: لست أهلا أن أنحني وأحل سيور حذائي، ينبغي أن هذا يزيد وإني أنا أنقص. إذن الاتضاع هو أحد وسائل الشهادة. اتضاعك وسلوكك المتضع والاتضاع الحقيقي هو أحد وسائل الشهادة القوية. اليهود شافوا يوحنا المعمدان وفرحوا به، يقول لنا هنا الكتاب: أردتم أن تبتهجوا بنوره ساعة. يعني فرحوا بشكله بهيئته وبكلامه بنداءه، لكن لم يستجيبوا ولم تتحرك قلوبهم، ظلوا في عنادهم. يعني خد الصورة من بره ومعاش من جوه. هو شاف كده يوحنا المعمدان، ابتهج بمنظره الناسك وبسلوكياته وبزهده وبحياته المختلفة عن بقية الناس، لقيت كده كويس، لكن لم يتغيروا من الداخل. عشان كده لو تفتكر وياي مثل الأرض، مثل الزارع ونوعيات الأرض، يشبهوا في الموقف ده الأرض اللي نزل عليها البذر أو البزار، ولكنها كانت سطحية، نبت حاجة خفيفة لكن ما فيش عمق، طلعت الشمس جف وانتهى. ابتهجوا بنوره ساعة، خدوا من يوحنا المعمدان الظاهر والشكل، ولم يأخذوا العمق وباطن الأمور الذي هو الاتضاع. شهادة يوحنا المعمدان عن شخص المسيح كانت شهادة اتضاع. الأمر الثاني، شهادة الأعمال، أعمال ربنا يسوع المسيح ذاته. السيد المسيح، لما بنحب نختصر ما صنعه، نعطي للسيد المسيح ثلاث صفات أساسية: هو العجيب، وهو الفريد، وهو الوحيد. هو العجيب في أعماله التي نسميها آيات أو معجزات، وهو الفريد في تعاليمه التي نراها في الأمثال ونراها في مقابلاته مع أشخاص كثيرين سواء أفراد أو جماعات، وهو الوحيد في صفاته التي لا نجدها في آخر ظهر على كوكب الأرض. شهادة الأعمال، أعمال السيد المسيح. إذا توقفنا عند الأعمال التي بسببها نسمي المسيح العجيب، صانع المعجزات
تلاحظ ان الانجيل الاصحاح اللي قريته من انجيل معلمنا يوحنا اصحاح 5، واصحاح 5 في اوله بيتكلم على هذا الانسان الذي كان مريضا ومفلوجا ولا يتحرك منذ 38 سنه. وهذا الانسان اللي جالس على البركه، بركه بيت حزدة، ما فيش حد راضي يزق الزقه البسيطه دي، وهو عبر التعبير الشديد ليس لي انسان. اما شخص ربنا يسوع المسيح فعندما اتى لكي ما يكون لهذا الانسان. كلنا نعرف المعجزه، يقول له قوم واحمل سريرك وامشي، وفي البدايه يساله اتريد ان تبرأ، ارادتك حاضره وعايز، ويقوم هذا الرجل 38 سنة. ومعجزات السيد المسيح يتممها بسلطان ذاته، يتممها بسلطان ذاته. وإحنا بنقرأ في الإنجيل هتلاقي كتير تتكرر كلمة للوقت، للوقت يعني في الحال في التو. ويقوم هذا الإنسان تماما مثلما شفى المولود أعمى، ومثلما صنع معجزات، سواء معجزات على المرض أو معجزات على الطبيعة أو معجزات على الشيطان أو حتى معجزات على الإقامة من الأموات. فكأن أعمال السيد المسيح التي تشهد له أعمال متعددة، وأنا باخد شريحة المعجزات. وطبعا موضوع المعجزات ده موضوع كبير خالص ومتعدد وفيه تعاليم كثيرة، لكن الأعمال تشهد للسيد المسيح أعماله. وده اللي خلى واحد زي نيقوديموس يروح لغاية السيد المسيح، يذهب له ليلا. نيقوديموس كان إنسانا معتبرا في المجتمع اليهودي، وكان عضوا في المجلس اللي بيحكم اليهود، شخص له قيمة اجتماعية. وحتى من يعني إحراجه مرضاش يروح للسيد المسيح في النهار، ذهب إليه ليلا. وظلت هذه الصفة مرتبطة باسمه، لما نيجي نذكر اسم نيقوديموس في الإنجيل يقول لك الذي ذهب إليه ليلا. أولا بقت صفة مرتبطة به. وعندما تقابل مع السيد المسيح تقابل بسبب هذه الأعمال، وكان يعلم وكان يصنع الأعمال كمن له سلطان. فلما راح له نيقوديموس ابتدى يكلمه ويقول له يعني الأعمال التي تعملها، يقول له كده يا معلم نعلم أنك قد أتيت من الله معلما، لأن ليس أحد يقدر أن يعمل هذه الآيات التي أنت تعمل إن لم يكن الله معه. بداية كويسة. لكن الأعجب أن السيد المسيح يجيبه إجابة أخرى، يقول له كده الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. وطبعا دي إجابة صادمة، لأن ساعة ما نسمع فعل يولد بحسب الفكر البشري أنه يولد الولادة الطبيعية، إنسان يتزوج إنسانة ثم تلد. لكن خلى نيقوديموس ينظر للسيد المسيح وهو يتعجب، يقول له يعني معناها الواحد يرجع إلى بطن أمه مرة ثانية؟ حاجة مش لوجيك، حاجة مش منطقية. لعله يقدر أن يدخل بطن أمه ثانية ويولد؟ في إجابة السيد المسيح هذه إجابة نعتبرها إجابة
تدخل تحت باب المعجزات، لأنها حركت قلب هذا الرجل نيقوديموس. ولما حركت قلبه، وده كان دارس في العقيدة وفي التاريخ اليهودي جيدا، لما حركت قلبه المسيح أعطاه الحقيقة بصورة أخرى. الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. وهنا يؤسس فكر سر المعمودية. نيقوديموس هذا الذي أتى ليلا، عشان يبقى بعيد عن كل عين، هو نيقوديموس ده نفسه اللي في وقت الصليب نراه يحضر ومع يوسف الرامي لكي ما يشترك في دفن السيد المسيح الذي مات على الصليب. ونذكر اسمه في اللحن اللي بنقوله مرة واحدة في السنة، لحن جلجسة أو غلغسة، اللي بنقوله في نهاية يوم الجمعة الكبيرة في ساعة الدفن، ونقول إن يوسف ونيقوديموس أخذ جسد المسيح واعتبر، ابتدى يظهر بقى، ابتدى يبان، وابتدى يدخل المسيح إلى قلبه. وهذه هي المعجزة، هو العجيب. فأعمال السيد المسيح تشهد، وهو زي ما قلت يصنعها بذاته، وهي التي تشهد أنه هو الله الذي ظهر في الجسد. يبقى في شهادة يوحنا، شهادة اتضاع، وشهادة أعمال السيد المسيح، الأعمال العجيبة أو الآيات زي ما بيسميها القديس يوحنا. النوع الثالث من الشهادة، وكل ده إجابة داخل فصل الإنجيل اللي قريناه، شهادة الآب السماوي. الآب نفسه يشهد للسيد المسيح، وإحنا قدام موقفين. الموقف الأول يوم المعمودية، الآب يشهد من السماء: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. وكلمة سررت هنا السرور الموضوع والناشئ من الصليب، زي ما بنصلي ونقول كده: لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص عندما أتيت لتعين العالم، يا رب المجد لك. شهادة الآب السماوي في يوم المعمودية: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. ودي شهادة كانت على مرأة من ناس كتيرة كانت جاية تتعمد، زي من يوحنا المعمدان، زي السيد المسيح تماما. والصوت السماوي ده مسجل في الكتاب المقدس في البشائر: وهذا هو ابني الحبيب اللي أنا مسرور بيه. وطبعا كلمة ابني ليس مولود بها بالطبع، ليس مقصود بها الولادة الطبيعية، مش كده خالص، ولكن زي ما بنقول في قانون الإيمان: نور من نور. الموقف الثاني في وقت التجلي، ده كان في بداية خدمة السيد المسيح، موقف المعمودية. في موقف التجلي نفس الصوت: هذا هو ابن الحبيب له اسمعوا. والتجلي ده كان قبل الصليب على طول. هذا هو ابن الحبيب له اسمعوا. خلاص، ده باقي خطوات على الصليب، ثم القيامة، ثم الصعود، وتبقى معنا الوصية، ويبقى معنا صوت المسيح ذاته. علشان كده القديس بولس الرسول يتكلم
في رسالة تيميساوس الأولى في إصحاح 3، ودي برضو من الحاجات الجميلة اللي في الكتاب المقدس. الشاهد يوحنا 3:16، كلنا حافظينه: هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. نفس الشاهد ده في تيميساوس الأولى، تيميساوس الأولى 3:16، نفس الشاهد بس بشرح مختصر لما صنعه السيد المسيح. عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، تبرر في الروح، تراءى لملائكة، كرز به بين الأمم، أومن به في العالم، رفع في المجد. نفس الشاهد تقدر تحفظه بسهولة، يوحنا 3:16 وتيميساوس الأولى 3:16. الآب نفسه يشهد للسيد المسيح. الأمر الرابع إن الكتب المقدسة تشهد للسيد المسيح، والمقصود بالكتب يعني أسفار العهد القديم، وإحنا ويانا أسفار العهد الجديد أيضا. الأنبياء في العهد القديم شهدوا للسيد المسيح وشهدوا لكل أعماله، والكتاب المقدس في أسفار العهد القديم وخاصة أسفار النبوات مليئة بالنبوات عن كل حياة السيد المسيح بالجسد. كل فعل تممه السيد المسيح كان نبوة في العهد القديم. عشان كده بيتكلم السيد المسيح وياهم في فصل الإنجيل وبيقول لهم: فتشوا الكتب، دور في الإنجيل، دور في أسفار الأنبياء، دور علشان تعرف إن هذه الأسفار شهدت ليه. وده الممتع في دراسة الكتاب المقدس وانت بتدرس، من التعابير الجميلة وانت بتدرس في الكتاب المقدس، مش الدراسة الأكاديمية، أقصد الدراسة الروحية، حتى القراءة الروحية ليك، إنك تحط المبدأ ده، أنك تبحث عن الكلمة بين الكلمات. الكلمة اللغوس السيد المسيح، إنك تبحث عن المسيح في كل النصوص اللي بتقراها. تقرأ في العهد القديم سوف تجد نبوات عديدة وكثيرة عن كل صغيرة وكبيرة رأيناها بالعيان في العهد الجديد. لكن مشكلة اليهود إنهم كانوا بيحفظوا مش بيفهموا، كانوا بيحفظوا مش يفهموا. علشان كده السيد المسيح هنا يقول لهم: لا تظنوا إني أشكوكم إلى الآب. وطبعا أرجوك تاخد بالك إن جو الإنجيل في الفقرة دي يكلم اليهود، يعني اللي قدامه ناس يهود، اعتقادهم الاعتقاد اليهودي. يوجد الذي يشكوكم وهو موسى الذي عليه رجاءكم. الشخصية الأولى في حياة الإنسان اليهودي هي موسى النبي، وموسى النبي زي ما كلنا نعرف كتب هذه الأسفار الخمسة اللي في البداية، بداية الكتاب المقدس، أسفار موسى الخمسة اللي بنسميها التوراة. وكلمة التوراة زي كلمة النوراة يعني النور. فكتب الأسفار دهيت عشان يشهد للمسيح،
لكن للأسف اليهود لم ينتفعوا. قد يوجد كتابك المقدس بين يديك ولكن لا تنتفع منه، احذر. يقول هنا: لأنكم لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني، لأنه هو كتب عني. موسى ده قبل المسيح بأكثر من 1600 سنة، لكن كتب وشهد عن المسيح. لكن هم للأسف لم يستجيبوا ولم يفهموا. دي أربع شهادات في هذا النص. يوحنا المعمدان يشهد باتضاعه، وأعمال السيد المسيح تشهد له، والآب السماوي يشهد، والكتب المقدسة أو الأسفار المقدسة تشهد بنبوتها. طب وإنت؟ وإنت؟ قبل ما جاوبك على هل أنت تشهد للمسيح، عايزك تعرف أن اليهود ضيعوا الفرصة، ضاعت الفرصة عليهم. اليهود وقعوا في خطأين. الخطأ الأول زي ما الكتاب هنا بيقول: لأني قد عرفتكم أن ليست لكم محبة الله في أنفسكم. هؤلاء اختفت عن قلوبهم محبة الله، وبالتالي مش قادر يفهم. أحبوا الرياء وحبوا الحياة المظهرية، وزي ما إنجيل معلمنا متى في إصحاح 23 يتكلم عن: الويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، سميه إصحاح الويلات، ويتكلم بصفات كتيرة عن الرياء اللي واخد صور كتيرة في حياة الإنسان اليهودي، وبسبب الكتبة والفريسيين وبسبب هذا السبب اختفت من حياتهم محبة الله، ما عاد فيهم محبة لله. وعندما تختفي محبة الله من الإنسان يفقد البصلة، يفقد رؤيته للسماء، يفقد حياته. ما دام اختفت محبة الله منه بيعتمد على عقله أو على فكره أو على مزاجه، وبيعمل كل حاجة بمزاجه، فصار مزاجه هو قائده. ده سبب. السبب الثاني أن اليهود اهتموا بمجد أنفسهم، بالمجد الدنيوي وليس بمجد الله. وده أمر أيضا بالنسبة لنا وفي حياتنا وفي خدمتنا، أن كل خادم وكل عامل في كرم الكنيسة وفي كرم ربنا، يا ترى أنت هدفك إيه؟ هل هدفك السماء؟ هل هدفك الملكوت؟ ولا لك أهداف كتير على الأرض والملكوت ده مش موضوع قدامك؟ هنا السيد المسيح يقول: مجدا من الناس لست أقبل، لست أقبل. وأظن كلنا نعرف حكمة أهل القبور. في التقاليد الرهبانية راح التلميذ يسأل معلمه: أنا في ناس لما بتمدحني ببقى فرحان، وفي ناس لما بتزمني ببقى زعلان، أعمل إيه؟ فمعلمه أرسله إلى القبور، قبور يعني الناس التي انتقلت، وقال له: روح أجلس وياهم يوم كامل وقعد زم فيهم، انتوا عملتوا، انتوا خليتوا، انتوا قول كل حاجة، وفي آخر النهار تعال. رجع طبعا أطاع وراح ورجع، عملت إيه؟ قال له: قلت كل حاجة. قال له: عملوا إيه؟ قال: محدش رد علي، محدش رد علي.
قالوا طب خلاص بكرة اعمل العكس، روحوا امدحوا وقعد اوصفهم بقى اوصاف كثيرة وقول بقى فضائل زي ما انت عايز. فابتهج كده وراح وابتدى يعمل الحكاية دي، وانتوا عملتوا وخليتوا يعني خد راحته. رجع ها حصل ايه؟ قال ما حدش رد علي. قال له هكذا حياة الإنسان، لا كلمة مديح تغيرك ولا مجد من الناس يفيدك ولا ينفعك، وحتى الذنب أو ممكن تدخل تحت باب الإساءات أيضا لا تحرك في داخلك شيء، لا تدع سلامك في أفواه الآخرين، ومجدا من الناس لست أقبل. أما اليهود فكان سعيهم هو المجد على الأرض فقط، أما مجد السماء مش في باله. ده يخليني في نهاية الموضوع، إزاي أشهد لك يا رب؟ إزاي أشهد ليك في حياتي؟ عايز أبسط لك الموضوع، يعني أول حاجة تشهد بيها لمسيحك أمانة أفكارك، فكرك إيه اللي جواك؟ يا ترى أفكار طيبة ولا أفكار رضية ولا أفكار شريرة ولا أفكار عظمة ولا أفكار حسد ولا أفكار شهوانية؟ جواك إيه؟ فكرك. والفكر ده هو المؤشر بتاع حياة الإنسان. فكرك كويس غالبا حياتك تمضي جيدة، فكرك. لكن أمانة الفكر إن فكرك يكون أمين لربنا. وفي التقليد الكنسي إن نشغل فكرنا بالصلوات المتواترة، الصلاة القصيرة، يا رب يسوع المسيح ارحمني أنا الخاطي. كل ما يجي لي فكر والفكر ده يجعل الإنسان مش مستريح، أطرد الفكر ده بهذه الصلاة. وحتى في اعترافاتنا من الأمور المهمة إن احنا نكشف أفكارنا، لأن قد تكون هذه الأفكار مؤشرات لخطايا، خطية على الباب، موجودة على الباب تقترب من الإنسان. أمانة فكرك، فكرك ده محدش عارفه ومحدش شايفه. وحتى القديس يوحنا، القديس داود النبي يقول كده: اختبرني يا الله واعرف أفكاري، أو امتحني واعرف أفكاري. شوف يا رب أفكاري، فرزها كده سوف تجدها أفكار جيدة. أمانة أفكارك دي نمرة واحد. أمر تاني تشهد بيه لمسيحك حكمة كلامك. بنستخدم الكلام كتير كل يوم، في سواء مواجهة مع ناس أو من خلال الكتابة أو من خلال التليفون أو من خلال الاستماع. الكلام إنسان بيأدي وقت طويل أو في الكلام. طب الكلام: ليكن كلامكم مملح بملح. وهذا الملح يا إخوتي هو الحكمة، حكمة الكلمة. أما إذا الإنسان فقد هذه الحكمة وفقد عقله من خلال هذا الكلام اللي بيخرج منه أو بيقوله، ممكن يقع في مشكلات لا تنتهي. وزي ما سبق ذكرت مرة قدامكم أن ممكن كلمة واحدة تعمل مشكلة كبيرة خالص، ده ممكن كلمة واحدة تحرم الإنسان من السماء. من يقول لأخيه يا أحمق، وأحمق دي أربع حروف، يعني صور أربع حروف من اللغة كلها،
تجعل الإنسان مستوجبا لنار جهنم. حكمة الكلام، وده اللي عمله القديس سليمان الحكيم عندما وقف أمام الله بقى ملك وقال له عايز بقى مني إيه؟ عايز نديك إيه؟ قال له يا رب مش عايز لا مال ولا جمال ولا عظمة ولا سلطان ولا جاه ولا شهرة، أنا عايز حاجة واحدة، تعطيني يا الله قلبا فهيما. عشان كده أنصحك وانت نازل كل يوم الصبح قبل ما تتواجه مع الناس وبشر، انك تحط في صلواتك وانت بتصلي قول له يا رب اديني قلبا حكيما، يوزن الكلمة، قلب فهيم يفهم، قلب يجاوب الإجابة اللي فيها حكمة اللي تكسب اللي قدامي. في واحد لا يستمع، في واحد قلبه جاف، في واحد لسانه صعب. حكمة الكلام. الأمر الثالث اللي يكمل هذه الشهادة أن تكون شاهد للمسيح، وهي محبة في أعمالك، أمانة في أفكارك، وحكمة في كلامك، ومحبة في أعمالك. كل يوم أنت تصنع أعمال كتيرة، أعمال صغيرة وأعمال كبيرة، وأعمال بتعملها برضا، وأعمال أحيان تعملها إحراجا أو خوفا. أنصحك أنك تخلي كل أعمالك تصنعها بمحبة. عندما قدمت الأرملة التي وضعت الفلسين، قدمت الفلسين بمحبة، ولذلك مدحها السيد وطوبها وانظروا كيف أعطت. لكن ربما ناس تانية قدمت لكن كان تقدمتها ليس فيها محبة. وثق إن العمل الذي يمتلئ بالمحبة هو الذي يذكره لك ربنا يسوع المسيح، مثلما ذكر كأس الماء البارد. كأس الماء البارد لا يضيع، لا يضيع أجره، لأن كأس الماء البارد امتلأ مش بالمية، امتلأ بالمحبة، المحبة في أعمالك. وتستطيع أن تغير من حولك، سواء في بيت، في عمل، في وسيلة مواصلات، في شارع، في دراسة، في مدرسة، في جامعة، في كنيسة، في خدمة، تستطيع أن تغير الآخر بالمحبة، لأن المحبة هي الله. إذن تستطيع أن تشهد للمسيح. السؤال، هل تشهد لي؟ تستطيع أن تشهد للمسيح زي يوحنا المعمدان بالاتضاع، أو بالأعمال، بالمعجزات التي يصنعها الله معنا كل يوم، أو بشهادة الآب السماوي، أو بنبوات الأسفار، ولكن بالأكثر بيك أنت وبشخصك، بالأمانة في فكرك، وبالحكمة في كلامك، وبالمحبة في أعمالك. كل سنة وانتم طيبين. نهاية الصوم يوم الجمعة، جمعة ختام الصوم، وهنصلي بنعمة ربنا أسبوع الألام في هذه الكاتدرائية، ويتناوب الآباء فيها، تبقى البسخات الصباحية تبقى في الكنائس، كنيسة تحت، والبسخات المسائية هيبقى فيه بسخة في الصباح وفي الظهر، الصباح من 6 لـ7:30، وفي الظهر من 12:30 لـ2، وفي المساء من 6 لـ9، تبقى فوق هنا في صحن الكنيسة، وتستمر الصلوات لغاية الجمعة الكبيرة إذا أراد ربنا وعشنا، وليلة أبو غلامسيس، ويوم ليلة العيد بنعمة المسيح. طبعا الأسبوع الجاي هيبقى فيه أربعة البسخة، والحد الأربعة اللي بعديه بنعمة المسيح
هسافر في الفجر لروما بصلواتكم، مصحوب بصلواتكم كأول زيارة. إذا أراد ربنا وعشنا هنزور بابا روما مع وفد من الأباء المطرنة والأباء الأسقفة، ونهنيه. وزي ما حضراتكم تعرفوا أن الزيارة الأولى كانت من 40 سنة قام بيها المتنيح البابا الأنبا شنودة يوم 10 مايو سنة 73، وتقابل فيها مع قداسة البابا بولس السادس. كانت الزيارة الثانية لما جه البابا يوحنا بولس الثاني في فبراير 2000 وزارنا في مصر واستقبله البابا شنودة. وده التبادل اللي بين كرسي الأسكندرية وكرسي روما. وزي ما حضراتكم تعرفوا أن هذه كراسي رسولية، وعلاقتنا طيبة بكل كنائس المسيحية في العالم، الكنيسة الكاثوليكية في مصر والكنيسة الكاثوليكية في العالم بصفة عامة. وبنعمة ربنا اخترنا أن تكون الزيارة في نفس اليوم اللي هو 10 مايو في مناسبة مرور 40 سنة على الزيارة الأولى. وبابا روما بيرحب بالزيارة دي كتير خالص، وطبعا هي تحددت فترة صغيرة، لكن لقيمة التاريخ اللي هو 10 مايو ده قدرنا نرتبها، وقدر الأباء هناك في الفاتيكان يرتبوها. وبعد كده هيبقى في فرصة نزور إبرشية تورينو ونيافة أنبا برنابا وإبرشية ميلانو فيها نيافة الأنبا كيرولوس. الزيارة دي كلها حوالي 6 أيام، يعني يومين 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 كده. فأنا بذكر ده علشان اجتماع الأربع هنتوقف يوم 1 اللي جاي، 1/5 أربعة البسخة، ويوم 8/5 اللي هو الأربع بعد شم النسيم، ويوم 15/5 هيبقى يوم الأخير في الزيارة هناك إذا أراد ربنا وعشنا. كل سنة وأنتم طيبين وصلواتكم دايما معانا، ونتقابل في يوم الأربعاء 22 مايو إذا أراد ربنا وعشنا. سيبها كده. من الليل وهذا سابت لي كيوك يا يوم نبعاتي كنكاي من الشيب والقوي مجيو بن شوي سيسوس بخريسوس عشر ما يزبيان للمشتاق صديم ونون اينانا كمشين حريس مجزتين بتوي من دي من سيسين لقد يسو بنت دابين تسو بيان تسو ونون ولا حد يصورنا الأرض كذب ياري مكرسة ويرت من بنيود الطيوت نار شرف سبابا أبطا ودروس نودن ديت في دغون النصر نصر المشرون بين ما سيون هيريني كون تستري والنقاش تيرو صبي سيد الكوي صالح كين كولي نوبر كنت بكان النوبي ناري والخين ويرين غضب نشتين ماك ترافق الله علينا وباركنا وزرق علينا وارحمنا وبخلص شعبك وبارك ميراثك وارفعهم بإشارة الصليب المحيي بالسؤالات والطلبات التي ترفعها عنا في كل حين وليت إلى القديسة الطاهرة مريم والأربعة المنيرين ميخائيل وغبريال ورفائيل وسوريال 24 قسيس وأربعة عيون غير متجسدين والشاروبيم والسيرافيم وكل الطغمات السماوية وكل الذين أرضوا رب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور بارك قديسي هذا اليوم ملاك هذه الليلة وبركة هذا الصوم المقدس الذي لمخلصنا الصالح بركة أمنا العذراء أولا وأخيرا بركتهم مقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفاعتهم قوتهم تكون مع جميعنا أمين بخريستوس بالنوتي أمين. أيها المسيح إلى هنا ملك السلام أعطنا سلامك
قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا، واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات. اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إليك، ولا تكلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، أن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد أمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم. ومع روحك أيضا. المركز القبطي